إخواني أخواتي، لا أحد يغير ولا أحد يروح. طبعا هذا الأمر بعض الناس قد يتكالب عليه هذا الشيء ويعكر عليه جوه، يعكر عليه مزاجه. ما في إلا موت 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 يا غالي، هذه حقيقة لا بد منها. لكن السؤال الأعظم مو هو بالموت، هالموت لا محالة، جايني وجايك، باب الكل داخله وكاس الكل شاربه، وأمر لا بد منه، وهذه حقيقة ما أحد ينجو منها، ولا أي أحد عاقل يفكر أنه راح ينجو من الموت. يقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما استثنى الله أحد. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني بتموتون وبترجعون لي. يقول الله تعالى كل من عليها فان. لكن يا الغالي، بعد الموت أو عند الموت، أنا وأنت إيش قدمنا؟ أسألك بالله، تبي تموت وأنت مخربها مع الله؟ تبي تموت وأنت لا تصلي ولا شيء؟ تبي تموت وأنت عاقب والدينك، تلقى أبوك داعي عليك والأمك داعي عليك؟ تبي تموت وأنت راعي لواط وراعي الزنا؟ تبي تموت وبجوالك بلاك بيري وغيره روابط وصور عرض ما ترضي الله تعالى، وكل من شافها في ميزان سيئاتك حتى انك في قبرك؟ ما راح احد ينفعك بكره يلي ترسل روابط وترسل مقاطع وتفتن الناس وينام، يرسل روابط وينام ما يدري ان هذه النومه الاخيره ما يصحى الا في القبر، ينام ويموت لكن ما تموت سيئاته، راح تكون مع سيئاته الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يا شيخ أنا يدوب سيئاتي حاملها، أحمل سيئات الثانيين. لابد أن يكون المؤمن يا إخوان ذكي، يا شاب يا فتاة ارحموا أنفسكم يا إخواني، لابد أن نستعد لهذا اليوم العظيم. وش قدمنا للموت؟ كم مات من صديق لنا، وكم مات من أخو كان معانا يضحك ويسولف ويروح ويجي، متوظف أحلى وظيفة، كان عنده آمال وتطلعات مستقبلية، كان يبي يكمل دراسة، كان يبي وظيفة، كان يبي زوجة، كان يبي سيارة، كان كان كان، لكن بلحظة فلان مات ونسى ذكره، بكوا على كم يوم ثم نسوه. وهذه الحقيقة يا إخوان اللي لابد منها. بعضنا يا إخوان حمل جنازة وحمل ميت، بكرة يحمل، دفن ميت وشاف قدامه يدفن خوي له وقريب له، أم أب صديق أخو دفنوا قدامه، ما يدري المسكين أن الدور جاي عليه، لأن الموت كالسهام أصاب زيد أصاب عبيد، بكرة بيصيبك أنت وبيصيبني أنا. لكن السؤال نرجع ونقول وش قدمنا للموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام حبيبي وحبيبك يا غالي، شوف الصحابة مجتمعين، قال ماذا يفعلون؟ قالوا يحفرون قبر يا رسول الله. جلس النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، جايهم مسرع، جلس عند القبر جثة على ركبتيه حتى بكى وابتلت لحيته من البكاء، ثم بكى قدام الصحابة حتى ابتل الثرى من البكاء، ثم يقول للصحابة منهم الصائم والقائم والراكع والمجاهد، صحابة رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ثم يقول للصحابة أيا إخواني لمثل هذا فأعدوا، والله ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم من شيء هين. أنا وأنت إيش قدمنا؟ كيف بيكون أول ليلة في القبر؟ أنت يا حبيب، أنت يا متعلق، وأنت يا متعلقة يا محبيبة، يلي قدمت الحب وقدمت المعصية عن والديك وقدمت عن أبوك، بل قدمت عن ربك وأمر أوامر الله تعالى، أسألك بالله حبيبك اللي ما تقدر تتركه واللي ضحيت من أجله بيرقد معاك في القبر؟ والله أمك ما تنفعك، ما تجلس عندك، ولو جلسوا عندك، لو الناس هذه كلها جلسوا عندك والله ما ينفعونك ولا يردون عذاب الله عني وعنك. والله ما يحمينا إلا إذا قدمنا لله تعالى. بالله تبي تموت بكرة وفي سكرات الموت
والناس تبكي عليك، تبي تعاين وتشوف وتطالع، ملائكة نازلة من الجنة بيض الوجوه أجمل ما ترى، ثم يبشرونك أبشر يعني لا تخاف، أبشر بروح وريحان ورب الراضي غير غضبان، أبشر بالجنة. بعضهم يبتسم سكرات الموت ما كأنه ميت، لأنه بشر. إذا ما تبنى في المقاطع ذي وشفنا الموت وشفنا فلان يغسل وشفنا قبر وكلام وآيات وأحاديث، يا أخوان متى نتوب؟ متى نرجع؟ إذا ما ردعنا الموت وش يردعنا؟ إذا ما كسر قلوبنا لله تعالى الموت وخلى قلوبنا تخشع لله تعالى ونستعد، وش اللي يردعنا بكرة؟ يردعك لو صحيت بكرة في القبر تصيح تقول رب ارجعون، يا رب ارجعني يا رب. الله يقول بالقرآن آية تخوف، واسمع اللي في جوالك بلاوي، واسمعي انت اللي تفتنين الشباب ومكالمات ومعاكسات، تخافين من أبوك تخافين من أخوك، لكن ما تخافين من الله. يقول الله تعالى وليست التوبة المين يا ربي، قال للذين كفروا لا لا، قال للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن تتوب، الآن ترجع، يبكي الدم، يا ربي والله صلاة ما أتركها، يا ربي يا أقبل رجول أمي، يا ربي يا ربي ما أترك مجلس ذكر، يا ربي أمسح اللي في جوالي، يا ربي بس تكفى، يا ربي طالبك يا ربي إنك ترجعني، ما أعصيك يا ربي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أوكز، لعلي أشبك، لعلي أبني علاقات، لعلي أسيح وأدج بالدنيا، قال لا، قال لعلي أعمل صالحا فيما فعلت، لا فيما تركت. وش قدمنا يا أخواني؟ أخيرا والله ما يحيى قلبك ولا يحيى قلبي إلا إذا ذكرنا هذا الشيء واستعدينا له، اللي هو الموت. الموت لا تقول مطالب معقدين، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معقد، مع هذا قال أكثر من ذكري هذه من اللذات، قاطع اللذات. يضحك معانا اليوم فلان بكرة يغسل يكفن قدامي، شو حقارة الدنيا؟ كم تعيش بالدنيا؟ 50-60 سنة وبعدين أرحام تدفع وأرض تبلع، فلن يسعد هذا القلب ولن يرتاح ولن يطمئن إلا إذا استعد للموت وتعبد وتعبد لله عز وجل حق التعبد. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدركم وأن يوفقنا وإياكم، أجمعنا في الجنة.